إذن السلام عليكم، نستمر لو كور ديال التريغونومتري جزء الثاني ديال الترونف كومان سيونتيفيك تكنولوجيك. إذن شفنا لي زيكواسيون، شفنا 10 ديال لي فيديو اللي فاتو، هذاك الشيء اللي ما شافوش يمشي يشوفو فيديو بار فيديو، فيديو 1 فيديو 2 فيديو 3 نمشيو بالترتيب باش نقدرو نتبعو لو كور. إذن نستمرو، شفنا لي زيكواسيون سينوس كوسينوس تانجون. إذن هاد المرة غادي نهضرو في لي فيديو اللي جايين، نهضرو على لي زينيكواسيون المتراجحات ديال السينوس وكوسينوس وتانجون. اذا نهضروا على متراجحه سامبل ديال السينوس، كتعرفوا شنو هي المتراجحه. اذا ريزولد دون لانترفال، نديرو سوبون دي زيكزامبل. اذا ريزولد دون لانترفال لانترفال 0 2 بي، اذا ريزولد دون لانترفال 0 2 بي يعني ديما كتكون حله على المجال، حله في المجال، حله في واحد المجال، حله انيكواسيون في واحد المجال. Résoudre dans l'intervalle 0 de pi l'inéquation de sinus x moins 1 à moins 0. Et donc, il y a une équation que nous avons fait, nous avons fait le mot adala. 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 Nous avons fait le إذن les étapes à suivre les inéquations. أول شيء نحل هو نحل المعادلة. حل كم أي معادلة؟ لا سينوس لا كوسينوس. أي معادلة كنحل، أي متراجحة كنحل المعادلة أولا. إذا نحل المعادلة في هذا المجال طبيعي، حل ماشي في آخر، نحل المعادلة في هذا المجال. إذا نحل المعادلة، إذا دو سينوس إكس موان زان إلى زيرو. هادشي علاش درنا المعادلة هما الأولى. بيت في نصاوب الحل ديال المعادله. اذا 2 سينوس اكس ايغال موان زان سي سينوس اكس ايغال ان دومي. اذا سينوس اكس ايغال ان دومي، خاص تكون عندي سينوس ايغال سينوس. اذا شنو هي اللي عندها ان دومي سينوس؟ هي السينوس ديال بي على السا. اذا سينوس دو اكس ايغال سينوس ديال بي على السا، سيتادير الو. إذا ولات عندي سينوس ديال إكس كتساوي سينوس ديال بي على السا. إذا سينوس دو سينوس دو إكس إيكال سينوس دو أ، ألوغ إكس إيكال أ ولا إكس إيكال بي موان أ. إذا شنو هما الحلول؟ إذا إكس تقايس بي على السا زائد جوج كابي. هادشي علاش درت المعادلات البارتي ديال المعادلة درناها هي الأولى، كا أ بارتي أن زاد أو إكس تقايس بي ناقص بي على السا زائد دو كابي كيلكو كا أ بارتي أن أ أزال. ألوغ تقايس هادي، هادي صافي بي على ستة محسوبة. إذا بي ناقص بي على ستة هي 5 بي على ستة زائد جوج كا بي بحيث كا تنتمي إلى زاد. إذا أول حاجة درناها حلينا المعادلة فاش؟ حلينا المعادلة في آر، مكنديش إس، إس ما عنديش هنا، مكنحلش معادلة، ناقصني نحل المتراجع. السوليسيون حدا غادي تكون هي السوليسيون ديال المتراجع. إذا الحلول ديال المعادلة في آر هما الأولين إكس إيكال، الحال الثاني هو x إيكال جوج ديال الحلول. هادي في R، حنا بغينا في هاد المجال. شنو غادي نمشيو نديرو باش نلقاو في هذاك المجال؟ نمشيو نديرو تقطيرات، تقطير في هاد المجال ديال الأولاني وديال الثاني. أوكي، إذا نمشيو نديرو التقطير الأول، إذا نصابو هنا. إذا التقطير الأولاني شنو نشوفو؟ بي على 6. إذا بي على 6 زائد جوج كابي صور ما بين زائد جوج كابي صور ما بين زيرو ما داخلة صفر داخلة دو بي ما داخلة. إذا بي على ستة نزيد ناقص بي على ستة من هنا، نزيد ناقص بي على ستة ونزيد ناقص بي على ستة من هنا. إذا بي على ستة زائد جوج كابي ناقص بي على ستة، كذلك زيرو ناقص بي على ستة، كذلك دو بي ناقص بي على ستة. بي على ستة مع ناقص بي على ستة مشات، إذا تبقى عندنا جوج كابي صور ما بين صفر ناقص بي على ستة هي ناقص بي على ستة. دو بي ناقص دو بي فوا سي سي 12، 12 موان بي سي 11 بي سور 6. نحيدو بي من جميع الأطراف، إذا تبقى عندنا ناقص واحد على ستة، ناقص على ستة وينقسم على جوج، يعني نضرب واحد على جوج. إذا دو كا
واحد واحد على جوج ناقص واحد على ستة مضاف واحد على جوج مضاف على ستة مضاف واحد على جوج. إذا حصلت على كاف ونص حيث دو مع دو مشات إذا غتبقى كا ناقص واحد على 12 11 على 12 إذا كا تقريبا حصلوا ما بين هو ناقص واحد على 12 هي ناقص 0.01 و 11 على 12 هي 0.09 إذا بغينا نرسمو إذا 0.1 ناقص 1 في جات ناقص 0.0 إذا تكون تقريبا هنا و 0.09 تكون هنا. إذا شكون هو العدد النسبي اللي كاين ما بين الدو جوج ديال الشرطات الكبار هو زيرو. إذا بويسكو كا أبارتيان أزاد ألو كا إيغال زيرو عندنا قيمة وحدة كا ممكن تساوي غير زيرو. إذا غومبلاسي دابا أنسي أنسي إكس شحال كتساوي غومبلاس كا باغ زيرو إذا أنسي إكس تقايس نعوض كا باغ زيرو إذا بي على ستة زائد جوج جوج مضروبة في الصفر مضروبة في بي إذا جوج في الصفر في بي مشات إذا غتبقى لنا بي على ستة. إذا التأطير الأولاني أعطاني حل وحيد هو هذا اللي درنا هنا. شوفوا التأطير الثاني إذا نمسحو نمسحو إذا أشاك أون أون في بوز باش باش نسيبلو باش نمسحو نمسحو شوية باش نفاصل شوية طارون إذا نمسح شوية إذا الثاني هو 5 بي على 6 الثاني تأطير هو 5 بي على 6 إذا التأطير الثاني إذا 5 بي على 6 زائد جوج كابي مثلا نقصو ما بين الصفر 2 بي نفس الشيء 5 بي على 6 زائد جوج كابي ناقص 5 بي على 6 إذا الصفر ناقص 5 بي على 6 2 بي ناقص 5 بي على 6 إذا تبقى ناقص 2 كابي دم 2 بي 12 بي ناقص 5 هي 7 بي على 6 0 ناقص 5 بي على 6 هي ناقص 5 بي على 6 نحيد بي من جميع الأطراف إذا تبقى لنا 2 كا بي 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 نقدر نحيدو إذا 7 على 6 ناقص 5 على 6 نضرب في 1 على 2 إذا تبقى لنا 2 كا نضرب في 1 على 2 ناقص 5 على 6 نضرب في 1 على 2 7 على 6 نضرب في 1 على 2 إذا تبقى لنا كا في الوسط أو تساوي أو تساوي أو تساوي إذا ناقص 5 على 12 و 7 على 12 إذا كا نقصر ما بين ناقص 5 على 12 هي ناقص 0.4 و 7 على 12 هي 0.6 إذا رسمت إذا 0 موانزا ناقص 0.4 تقريبا هي هذه 0.6 تقريبا هي هذه. إذا عندي عدد واحد اللي كاين عدد نسبي وحيد بويسكو كا أبارتيان أ زاد ألوغ كا كتساوي زيرو كا عندها قيمة واحدة كذلك في هذا التأطير هذا تاهي غادي يكون عندي حل واحد أنسي إكس تقايس 5 بي على 6 زائد جوج زيرو بي تقايس 5 بي على 6 اش كتلاحظوا التأطيرات إذا كنت خدام في المجال معادلات إذا كنت خدام في المجال 0 بي 0 2 بي 0 جوج بي يعني في الدورة الأولى ديال الدائرة 0 جوج بي هذه كتسمى الدورة الأولى هي الدورة الأولى اللي عندي حيث أول أوفصول هو 0 إذا ضربتي عليه دورة غتوصل 2 بي إذا كنت خدام في المجال 0 2 بي ديما كتخرج لك كا في التأطيرين كتخرج لك كا كتساوي 0 حتى 90% كتخرج لك كا دائما كتساوي 0 وبالتالي الحلول شكون هما الحلول هما هادو 5 بي على 6 و بي على 6 هما الحلول بي على 6 و 5 بي على 6 اذا دابا هاد بي على 6 و 5 بي على 6 هما الحلول ديال المعادله ديالي اللي خدمت دابا حنا في المتراجعه شوف كنت في المتراجعه ولكن باش نحل المتراجعه هناك خطوات اول شيء نحل المعادله نحلها فاش نحلها في داك المجال يعني شنو خاصني نمشي ندير نحلها في اخ عاد ندير تأطيرات باش نلقى الحلول في ذاك المجال اللي حنا خدامين فيه
اذا شنو هما الحلول اللي لقينا حد الان؟ الاولاني الثاني كي غادي يكونوا هاد جوج نقاط عباره عن جوج نقاط هادو ياك كي غادي يكونوا متقابلين بالنسبه للاكس ديال السينوس كيكونوا متقابلين بالنسبه للاكس ديال السينوس حيت عندي معادله فيها غير السينوس ديال اكس ماشي السينوس ديال شي حاجه كتساوي هذوك ملي هاد النوع المعادله بحال اللي درنا في الفيديو السبت ويت نفتيس كاين شي معادله ما كيكونوش نقاط متقابلين الا كانت عندك السينوس ماشي ديال اكس السينوس ديال شي حاجه السينوس ديال شي حاجه ديال اكس السينوس 4 اكس ناقص 1 السينوس ديال 5 على 3 اكس زائد 2 السينوس ديال 7 اكس زائد 2 ناقص 1 اكس السينوس ديال شي حاجه ولكن الا كان لاصق في السينوس كانت لاصقه غير اكس السينوس ديال اكس جوج نقاط كيكونوا متقابلين بالنسبه للاكس ديال السينوس دي ديرها في بالك اوكي اذا يلا اذا شنو درنا حد الان حلينا المعادله في ا حليناها في المجال حصلنا على دو بوان ثالث شيء نبلاسي بلاسي لي بوان سور لو سيرفل اوبليغاتوار اوبليغاتوار ما تبلاسي حيت في الدائره فين غادي نلقاو الحل بالمتراجعه الدائره هي اللي غادي تساعدنا اذا دابا اون دوا بلاسي لي سوليسيون تروفي سور لو سيرفل تريغونوميتريك اذا نمسحو شي شويه اذا هما دو سوليسيون اذا نمسح شويه هنا Donc on place les solutions. On place les solutions trouvées sur le cercle trigonométrique. Maintenant, ماشي شي حاجة. هادشي كله فايتكم شفتوه. Résoudre l'équation. Après, on place. C'est comme le chemin. Mais on va aller chercher le guide. Il y en a un endroit là, l'emplacement. Voilà. Il y en a un autre, un axe de cosinus. Un axe de sinus. Et là, on va placer. Il y en a un autre, on va placer ça. التقطير الاولاني نتج عليه افصول واحد اللي هو بي على 6 بي على 6 يعني بي نقسم على 6 ونخطف واحد اذا بي نقسم على 6 ونخطف واحد اذا هي بي 1 2 3 4 5 6 بي قسمت على 6 ونخطف واحد اذا هي بي على 6 لوتر سوليسيون فين غادي يكون لوتر سوليسيون غادي يكون متقابل معاه بالنسبه للاكس ديال السينوس بيسكو المعادله ديال السينوس ديال لو بوان اخر يكون متقابل معاه حيت عندي معادله كيف ما قلت لكم بسيطه سينوس دو اكس اذا نتاكدوا 5 بي على 6 يعني بي تقسم على 6 وقت 5 هاي بي نقسم على 6 ناخذ 5 1 2 3 4 5 اذا واحد هذا هو لو 5 بي على 6 اذا فين هما لي سوليسيون ديالي ديال ليكواسيون في المجال هما بي على 6 5 بي على 6 سي بيان اوكي حتى الان مازال ما درناش شي حاجه صافي ما درناش شي حاجه جديده مقارنه مع داكشي اللي شفتو دابا بقات لي لا سوليسيون ديال المعادله ديالي ديال المتراجعه ديالي نكتبها في سطر واحد صافي الحاجه الجديده غادي تكتب في سطر واحد الحاجه اللي جديده خاصنا نفهموها ونكتبوا الحل نيشان في سطر واحد اوكي اذا كي غادي نديرو هنا شوف هاد الحلول كيوقع فيهم هاد الحلول هاد الحلول على الدائره اذا نحاول نتبعوا شي شويه هنا الحلول على الدائره كتقسم لي الدائره الى نصفين كتقسم الدائرة إلى نصفين شكون هو النصف الأول؟ النصف الأول ها جوج نقاط على الدائرة هادو هما الحلول كيقسموا الدائرة إلى جوج ديال الطروفة ماشي جوج الأنصاف حيت الأنصاف إلا استعملت هاد المفرد ديال الأنصاف خاص يكون النص قد النص الآخر أوكي إذا جوج ديال الطروفة الطرف الأولاني هو هذا والطرف الثاني هو هذا جوج ديال الطروف كاين هذا الطرف هذا اللي خليته هكذايا وكاين الطرف الاخر هو تحتاني انا مثلا الا بدا باش ما بغيتي كاين هذا الطرف وكاين هذا الطرف الاخر مو بطبيعه الحال جوج نقاط غادي يقسموا الدائره على جوج طروف باينه ياك متفقين ساهل هذا الامر هذا الطرف الاولاني هذا الطرف الثاني دابا ها حنا قسمنا على جوج طروف دابا خاصك شنو تمشي دير تمشي تبلاصي المجال تشوف المجال ديالك فين هو المجال اللي خدامين عليه حنا هو المجال 0 دو بي من صفر حتى لجوج بي فين جات الصفر فين جات زيرو زيرو هي هاد نديرها بلا مغير اذا هذا هو زيرو دابا بعد الفكره الاولى رتبوا الافكار ديالكم هادو هما الافكار اللي غادي نخدموا بهم جميع المتراجعات الا فهمتيها دابا صافي غادي تخدم اي متراجعه
اول شيء كتاخذ لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديالك كتحطهم مي كتحطهم كتقول بان راه تقسمت لي الدائره على جوج طروف حدد الطرف الاولاني رسمو بلون والطرف الثاني رسمو بلون خاصك تعرف بان الحل ديال المتراجعه واحد من هاد الطروف سواء يكون هاد الطرف هذا سواء يكون هاد الطرف هذا احنا غادي نشوف كيفاش غادي نجاوبوا على 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 لا سوليسيون اذا قلت لكم انا عطيتكم اشاره واحد من الطرف اللي غادي يكون عندي حل صافي واحد فيهم ديال الحل المتراجعه اذا شنو اول شيء قسم الدائره تقسمت على جوج ديال الطروف ثاني شيء نمشي نرسم المجال المجال منين كيبدا كيبدا من زيرو وكيسالي فين وكيسالي في دو بي انا هو كيبدا بزيرو هي زيرو هادي زيرو تتهيل ولا بقيت غادا كترتفع زيرو واحد المجال كيبدا من حاجه صغيره زيرو 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 حتى هي شتا دو بي انا زيرو فين هي دو بي هادي هي دو بي نيت هادي راه دو بي انا عندك بحال هكا هاد النقطة عندها جوج الأفاصيل عندها الصفر هو باش كيبتدي المجال اللي كنبحثو فيه على الحل بقينا شي مثلا كون قلت لك عطيني الحل ديال المتراجحة في المجال صفر بي صفر بي فقط إذا زيرو هنا بي فين هي هنا هنا غادي تكون بي أوكي دابا حنا ما بغينا زيرو بي بغينا زيرو دو بي إذا هي زيرو دو بي سامارش مزيان دابا شنو غادي نمشيو نديرو انت كتلاحظ معايا انطلق من زيرو دابا كتهضر مع راسك من صفر حتى البي على 6 علاش حبست البي على 6 غنبقى طالع من زيرو غنبقى طالع زيرو غنبقى غادي كنرتفع حتى نوصل لدو بي حتى نحبس دو بي ديالي غنطلع من زيرو انا طالع 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 غنحبس البي على 6 حتى لو شكل واحد شكل مزركش من صفر حتى البي على 6 شوفوا بعدا شنو كيوقع الله يجازيكم بخير قبل منها قبل ما ننطلق كاع شنو غادي نمشي ندير بالنسبه لهاد النقطه هانت شوفوا المعادله ديالي ولا شوفوا المعادله جوج سينوس دو اكس راه كاينه الصعوبه خاصني نوصل لكم الفكره مزيان باش نتهنى المتراجعات اللي موراها صافي ما غاديش نلقى معكم صعوبه تولي تولي كتجيو فيكم اذا جوج سينوس اكس ناقص واحد كتساوي شحال هذا زيرو هادي هي المعادله اللي حلينا شنو الحلول ديالها الحلول ديالها هما بي على 6 باش نقادوها بي على 6 بي على 6 باش نقادوها شنو تولي هي جوج سينوس دو اكس هذا لا غير جوج سينوس دو اكس كتساوي شحال واحد يعني سينوس دو اكس شحال كتساوي واحد على جوج دابا هاد لي زيكس الحلول اللي هما بي على 6 و 5 بي على 6 اللي لقينا بي على 6 و 5 بي على 6 هما من اجلهم السينوس ديالهم السينوس ديال بي على 6 شحال كتساوي واحد على جوج والسينوس ديال بي على 6 شحال كتساوي؟ يعني السينوس ديال 5 بي على 6 حتى هي شحال كتساوي؟ 1 على 2 حيت بي على 6 و 5 بي على 6 هما الحلول ديال هذه المعادلة ما معنى الحل ديالها؟ يعني إذا مشيتي عوضتي بهم في المعادلة غتلقاها كتحقق المعادلة يعني السينوس ديال الحل بي على 6 كيساوي 1 على 2 والسينوس ديال 5 بي على 6 الحل الثاني حتى هو كيساوي 1 على 2 أي السينوس ها بي على 6 هذا هو ناقص ديال السينوس ها السينوس ديال شحال كيساوي؟ 1 على 2 وكذلك 5 بي على 6 واحد على جوج هاي هادي راه هي واحد على جوج هاد القيمة هادي راه هي واحد على جوج دابا هاد الخمسة بي على ستة وبي على ستة هما اللي فيهم السينوس ديال السينوس ديالهم كيساوي شحال واحد على جوج صافي متفقين شوف شنو كيوقع إلا خديتي إلا خديتي شي نقطة إلا خديتي شي نقطة في هاد الجزء الفوقاني الجزء الفوقاني خد هاد النقطة شوف السينوس ديالها شوف السينوس ديالها كبير مقارنة مع واحد على جوج كبر منه أي نقطة كتنتمي في هذا الفوقاني شوف السينوس ديالها كيفاش داير كبر منه السينوس ديالها أكبر من واحد على جوج راه حنا في المتراجعات كون كانت مثلا الجزء الفوقاني هاد جوج نقاط عندي فيهم سينوس إكس كتساوي واحد على جوج والجزء الفوقاني عندي إلا خديتي شي إكس هنا إلا خديتي شي إكس في هذا الجزء الفوقاني راه السينوس ديال إكس ديالو ما كتساويش واحد على جوج ولكن كاين دايره مقارنه مع واحد على جوج راه كبر من واحد على جوج دابا هذا الجزء الفوقاني راه هو اللي فيه انا ندير لك بحال هكا باش نكتبها تما نيت هو اللي فيه السينوس دو اكس كبر من واحد على جوج دابا بالنسبه لهاد جوج نقاط هادو هما البارير هادو هو البارير هادو هما الحدود هما جوج نقاط هادو بجوجهم
السينوس ديالهم كيساوي واحد كيساوي واحد على جوج حيت الحل المعادلات حبيتي المعادله لقيتي الباريات فين كاين التساوي المعادله هاد جوج نقط وملي فيهم السينوس كتساوي واحد على جوج الفوقانيين الا خديتي شي اكس هنا الا خديتي اكس ما خديتيش اكس بي على 6 وما خديتيش اكس 5 بي على 6 خديتي شي اكس هنا او الفوقاني كي غادي تلقى السينوس ديالو غتلقاها انت جرب انا ما عرفتش جربها انت حط اكس هنا دير السينوس كي داير القيمة اللي عطاتك شحال هي واش صغر من واحد على جوج ولا اكبر من واحد على جوج اكبر من واحد على جوج يعني هذا القوس الفوقاني جميع القوس الفوقاني جميع النقاط اللي كتنتمي ليها راه السينوس ديالهم اكبر من واحد على جوج ما معنى السينوس ديالهم اكبر من واحد يعني قادة باش تخلي الزاوية من هذاك الشيء ضرب جوج من هنا وضرب جوج من هنا يعني جوج سينوس اكس اكبر من واحد يعني جوج سينوس اكس ناقص واحد اكبر من زيرو يعني هذا القوس الفوقاني هو اللي فيه شنو هو اللي كيحقق هو المجموع ديال لي زابسيس اللي من اجلها جوج سينوس اكس ناقص واحد اكبر من زيرو صافي دابا نشوفوا الجزء الثاني صح هذا شوفوا الجزء الثاني اللي لتحت خذ شي نقطه خذ هذه النقطه صافي يا خديتي شي اكس فهاد البلاصه هادي خديتي شي اكس فهاد البلاصه هادي خد شي اكس السينوس ديالو كي داير عطاني هاد القيمه كي داير هاد القيمه مقارنه مع واحد على جوج صغر منا اذا هاد القوس هذا القوس اللي هو كوم زركش هو اللي فيه السينوس ديال اكس كي دايره كبر صغر من واحد على جوج صغر خد اي نقطه على هاد القوس القوس تحتاني دير السينوس ديالها غتلقاها مقارنة من واحد على جوج قيمة أصغر يعني كيف ما خديتي إكس من هذا القوس راه السينوس ديال إكس أصغر من واحد على جوج يعني مادام ضربتي بجوج وجبتي واحد على جي يعني راه جوج سينوس إكس أصغر من واحد يعني جوج سينوس إكس ناقص واحد أصغر من أصغر دابا شنو لقينا؟ لقينا بأن هاد جوج ديال هاد لي باغيير هاد جوج نقط فيهم التساوي هما الحل المعادلة السينوس دو إكس كتساوي واحد على جوج السينوس دو إكس تساوي بالضبط واحد على جوج أنت خديتي هنا واحد على جوج السينوس ديال النقطة واحد على جوج هاد جوج نقط كيقسموا الدائرة على جوج ديال الطروفة الطرف الفوقاني إلا خديتي شي إكس سم إكس هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا إلا خديتي شي إكس هنا غادي تلقى بأن السينوس ديال إكس كبر من واحد على جوج عطيتك مثال خديتي إكس واحد السينوس دو إكس قيمة أكبر من واحد على جوج، إذا السينوس ديال إكس أكبر من واحد على جوج، يعني جوج سينوس إكس ناقص واحد، هذا القوس الفوقاني هو الحل ديال المتراجحة جوج سينوس إكس ناقص واحد أكبر من الصفر، والقوس التحتاني هو الحل ديال المتراجحة جوج سينوس إكس ناقص واحد أصغر من الصفر، حيت أي إكس خديتيه هنا في هذا القوس التحتاني، السينوس ديالو كيفاش داير؟ أصغر من القيمة واحد على جوج. اذا دابا هادشي اللي هذا هو هادشي اللي خاصك تفهم في الدائره يعني الدائره كتقسم على جوج طروفه طرف كيكون اكبر وطرف كيكون اصغر ها هو عندنا هنا هذا هو الطرف اللي اكبر من الصفر تحتاني هو الطرف اللي فيه اصغر من الصفر اوكي دابا نبداو نصاوبوا شكون ما دابا شكون هو الجزء اللي خدامين عليه يعني حنا شنو هي المترجحه اللي بغينا شنو درنا المترجحه المطلوبه شنو كانت كنظن كانت هي جوج سينوس ديال اكس ناقص واحد مالا اكبر من الصفر بغينا هذه هي المترجح هذا هو السؤال غيزود بغينا هذه المترجح اذا اين الجزء اللي خداميه فين عندي جوج سينوس اكس ناقص واحد اكبر من زيرو اذا هو الجزء الفوقاني اذا الحل هو الجزء الفوقاني صافي انا نقولو بالليموني اذا هذا هو الحل ديالي اوكي هو الحل اذا يلا نشوفو نبداو نصوبو اس إذا شنو هي لونسوم دو سوليسيون S؟ لونسوم دو سوليسيون S إيكال دابا خاصنا نتكونسونطراو نديرو الديبار منين؟ حيت المجال ديال المترجحة من صفر حتى جوج بي غنطلقو من صفر وغادي نسالي بجوج بي صافي؟ المجال عندك طويل من صفر حتى جوج بي وكنبقى نطلق من صفر بطبيعة الحال إذا شنو هو المجال ديال اللي كنقلبو عليه؟ صفر داخلة جوج هذا هو المجال اللي بغينا
يلا نديرو نبداو بدا نطلق من زيرو. اذا انا صفر انا طالع كنرتاح هذا حل انا دايس انا دايس انا دايس فوق الدائره. الحلوى الليموني الحلوى البرتقالي صفر حتى البي على 6 ما ملونش بالليموني اذا ماشي حل. ولكن من وصلت البي على 6 ها بدا الليموني كي ها بدا الحلول بدات الحلول بدات الحلول ديال المونتاج بي على 6 هذا كله حل. انا طابت انطابت من بي على 6 هذا الطرف كله حل من بي على 6 حتى ديالش حتى ديالش حتى 5 بي على 6. اذا هي بي على 6 بي على 6 حتى ديالش حتى 5 بي على 6. اذا بي على 6 داخله واش داخله ولا خارجه؟ بي على 6 هو عباره عن حل ديال المعادله بغينا او تساوي كاينه او تساوي ما كايناش او تساوي. كون كانت او تساوي بي على 6 غادي تكون داخله حيت بي على 6 حل ديال المعادله. اذا كانت عندي او تساوي بي على 6 غادي تكون داخله. دابا ما حد عندي ستريكتومون اذا ما غاديش تكون داخله اذا غتكون خارجه حتى ليهاش حتى 5 بي على 6. اذا 5 بي على 6 هي حل ديال المعادله ولكن ما عنديش او تساوي اذا 5 بي على 6 غادي تكون خارجه ما عرفتش تقدر تكون اتحاد. نشوف مازال نستمر انطلقت من زيرو هذا ماشي حل هذا الجزء هذا انطلقت من زيرو هذا الجزء هذا ماشي حل ها هو الحل واه الطرف كيبدا من بي على 6 وكيسالي حتى ليش 5 بي على 6 هو اللي خصك نزيد نستمر 5 بي على 6 ماشي حل ماشي حل هذا ماشي ليموني ماشي برتقالي ماشي حل ماشي حل ماشي حل ها طق 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 حتى ليش وصلت صافي ساليت المجال وصلت لدو وصلت لدو صافي ساليت درنا هذا واحد اوكي حيت غادي نشوفوا متراجعات اللي فيهم اتحاد 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 ما كتساليش على حسب المجال اللي انت خدام فيه. اذا الحل ديال المتراجعه ديالي في اي مجال في اي مجال نقدر ندير بحال بلا ما نكثر عليها الحل ديال المتراجعه في اي مجال المجال صفر دو بي هو شنو هو بي على 6 5 بي على 6 هو المجال حيت حل المتراجعه هي عباره عن مجال ديال هاد الباكيت حل المتراجعه هي عباره عن مجال. اذا اس شنو هي بي على 6 5 بي على 6 علاش ما داخلينش حيت ما عنديش او تساوي كون كانت او تساوي كنت غادي ندخل بي على 6 5 بي على 6 كنتمنى. اذا اش كنلاحظوا ما درناش بزاف الاشياء يلا شرحت لكم في هذا الفيديو يلا شرحت لكم الدائره وكيفاش تحدد الجهه الموجبه والجهه السالبه ديال الدائره الجهه اللي كتكون فيها اكبر من الصفر والجهه اللي كتكون اصغر من الصفر. اوكي اذا نتمنى تكونوا فهمتوني حاولت لماكسيموم نوصل لكم الفكره وكنظن كنظن مفهوم بالطريقه هذه. انا خاصني نرتب الافكار ولكن افورس دو فير ليزيكزارسيس غادي نوليو هذاك الشيء فاهمينه اكثر. اوكي اذا فوالا اذا هذه الكتابه اللي درت هنا راه غير باش نشرح يسوفي انك شنو تمشي دير ترسم الدائره ترسم الحلول وتشوف الجزء اللي هو خدام ليك ترسمه بلون ديري عليه لون وتبدا تشوف شنو المجالات اللي عندك بحال صافي فقط. ما هادشي اللي درت هنا راه غير باش نشرح نتوما خذوا بويسكو لو بروميي اكزومبل ولكن صافي ما بقاش نكتبوه كل ساعه. فوالا نقدر نحيي هذا الجزء هذا فوالا هادشي اللي كافي هادشي اللي خاصني نقيم فقط ندير وندير من بعد الدائره ندير ان سي اس ان سي اس ايغال فقط. اوكي فوالا اون فوا كترسم الدائره شوف بعينيك شكون هو الجزء اللي خدام ليك الو لونسومبل دو سوليسيون اس ايغال. اوكي اذا فوالا نتمنى تكونوا فهمتوني عاودوا اشاك فوا اسمع دير بوز ورجع وعاود اسمع كنظن غادي تفهم ان شاء الله. اذا بون شونس.